النهاردة هنتكلم على المحاضرة الثانية من تايب اوف كونتاكت. اتعرفنا في المحاضرة الأولانية على إن الكونتاكت الأولاني اللي هو السنجل ستيج بنستهلك فيه كميات ضخمة من السولفنت، وبالتالي غير مفضل في الاستخدام. تحولنا بعد كده إلى المالتي ستيج كروس كارنت كونتاكت، وعرفنا إن هو بنستهلك فيه كميات سولفنت أقل بعدد ستيجز أكتر للحصول على نفس السيبريشن. النهارده هنتكلم على تايب ممتاز من الكونتاكت اللي هو مالتي ستيج عديدة المراحل بس كاونتر كارنت كونتاكت. يعني ايه كاونتر كارنت كونتاكت؟ طبعا احنا عرفنا يعني ايه مالتي ستيج، يعني اكتر من وان سنجل ستيج. طب الكاونتر كارنت كونتاكت معناه في اتجاهات متعاكسة، بمعنى ان انت النهارده لو عندك كولوم او جهاز زي اللي انت شايفه قدامك ده اللي بسميه تري كولوم، على اساس ان في مجموعة من التريز صواني داخلية، بدخل الفيد بتاعي او احد الستريمز من تحت جي داش بواي ان، يعني ادي الفلوريت الانر فلوريت مع الكومبوزيشن اللي هي المور ريشيو يدخل من تحت لفوق، كاونتر كارنت للسولفنت داخل من فوق لتحت وهيمشي عكس الاتجاه بتاعه يخرج من البوتوم. طيب هاخد مثال، لو عندك ناتشرال جاز وكونتامينيتد ب اتش 2 اس الساور جاز ده، هستخدم له امين بحيث الامين يقدر يدوب الساور جاز ده، فالامين بيبقى نازل من فوق لتحت والناتشرال جاز من تحت لفوق كده، يواجهوا بعض هما الاثنين، يحصل اذابه لل اتش 2 اس جوه السولفنت ويطلع لي الايه الناتشرال جاز تقريبا بيور. طيب انا هحول كل تري، انت زي ما انت شايف العد من تحت اهو، واحد اتنين تلاتة وهكذا، انا معرفش العدد كام، انا حاطه هنا خمسة لكن حقيقة انا معرفش كام، فانا هحول كل تري الى سيركل زي ما انت شايف كده، ادي اول تري، ادي التانية، ادي التالتة وهكذا لغاية ان، عشان انا معرفش عددهم فحطيت ان، وباجي اقطع اعمل خطين كده زي ما انت شايفهم كده يدل على ان انا ايه قطع. عايزين نقول على حاجه في الاول، ان انا في عندي مبدا في الماس ترانسفير ان اي تو ستريمز ليفنج زي ده ليفنج وده ليفنج كده، يعني الاستريم اللي خارج من الستيج دي اللي هو الليكويد والاستريم اللي خارج من هنا اللي هو الجاز، هنقول عليهم ان هم ما دام خارجين يبقى دول لو دي ثيوريتيكال ستيج يبقوا في حاله ايكوليبريم مع بعض، فهسمي ده اكس واحد وواي واحد فيتساموا بنفس رقم الستيج. لكن لو في واحد داخل واحد خارج نقول عليهم اوبريتنج، يبقى واي ان، يعني ده ممكن اقول عليه واي نوت يعني زيرو، يعني لسه جاي من ستيج لسه العد ما ابتداش، مع اكس واحد، واي واحد مع اكس اتنين، يعني دايما واحده سابقه الثانيه، اكس اتنين مع واي اتنين مع اكس تلاته وهكذا. طيب لو عايز اعمل بقى بالانس على عشان اقدر بقى اعد النمبر اوف ستيجز دول، فانا هاجي اعمل بالانس على الباتري دي، هعمل اوفرول ماتيريال بالانس كده بالمنظر اللي انت شايفه قدامك ده، وهشوف اللي داخل جي داش واي ان زائد اللي داخل اللي داش اكس ان بيساوي اللي خارج جي داش واي اوت جي داش واي اوت واللي داش اكس اوت اللي داش اكس اوت. اطلع جي داش كومن فاكتور والال داش كومن فاكتور واوضب الايكويشن، احطها في هذه الصوره اللي هي it is a straight line equation between two points x out y in و x in y out، واسميها operating line equation. اوكي طيب، من خلال الاوبريتنج لاين زائد الايكوليبريم ممكن اعد النمبر اوف ستيجز. اعده ازاي؟ هنشوف حالا هنعمل ايه. هنبتدي نرسم، هنبتدي نرسم كده، ادي الواي اكسيز، ادي الاكس اكسيز، الاكس اكسيز، وادي الواي اكسيز. ارسم الايكوليبريم كيرف، طبعا ده بيبقى فيه عندك معلومات given في المسألة، وبعدين اجي احط واي ان واعمل خط كده افقي، ممكن ما تعملوش بس انا بعمله لك هنا، اسميه locus of x out، يعني احنا عارفين x out مع واي ان، اجي احط
واي اوت، ودي بقدر احسبها من الريكفري مع اكس ان. هعتبر الاكس ان مش بيور، اطلع باكس ان مع واي اوت واعمل لوكيشن لنقطة اكس ان واي اوت. ولو انت بقى عارف ال داش على جي داش، عارف الامونتس، تقدر تحدد السلوب وتقوم تيجي ايه ترسم الاوبريتنج لاين. يبقى ده ال داش على جي داش، ده الاوبريتنج لاين وده الايكوليبريم كيرف. طبعا اول ما يقطع في النقطه دي الاوبريتنج لاين تنزل على طول ايه تحدد نقطه اكس اوت اللي هي النقطه دي اللي بنقول عليها. يبقى النقطه دي اكس اوت واي ان. يبقى انا خلاص حددت الاوبريتنج لاين زي ما انت شايف كده، وعايزه ابتدي اعد النمبر اوف ستيجز. فانت لو جيت تخيلت الستيج اهي واحد داخل لها اللي هو جي داش بواي ان، وخارج منها جي داش بواي واحد. احنا قلنا اي حاجه تغادر الستيج تسمى نص رقم الستيج. وهنا فوق الليكويد هيغادر باكس واحد اللي هي سميتها اكس اوت، وداخل لها من هنا اكس اتنين اللي جاي من ستيج اتنين. طيب فين بقى واي واحد؟ انا ما هو اكس واحد هي اكس اوت، دي اكس واحد. طيب اكيد على الايكوليبريم، لان احنا قلنا لو دي ثيوريتيكال ستيج يبقى التو ستريمز ليفينج ذا ستيج في حاله ايكوليبريم مع بعض، وليهم نفس الايه واي واحد واكس واحد. يبقى النقطه دي لو جيت على لغايه الايكوليبريم ومشيت لغايه هنا هي عباره عن واي واحد. يبقى النقطة دي اكس واحد واي واحد اللي هي واقعة على الإيكوليبريم. طيب النقطة دي ايه بقى اللي انا روحت لغاية الاوبريتنج؟ هي عبارة عن واي واحد مع، احنا قلنا واحدة سابقة التانية او الاتنين متعاكسين، يبقى اكس اتنين مع واي واحد، دول اوبريتنج، انا واقعة على الاوبريتنج. يبقى دي النقطة دي تبقى اكس اتنين، تبقى النقطة دي اكس اتنين واي واحد. يبقى الستيج خلاص واي ان عرفناها، اكس اوت اللي هي اكس واحد عرفناها، واي واحد موجوده واكس اتنين موجوده، يبقى دي اول ستيج عندي، يبقى دي واحد. انت طبعا وانت بتعمل الاكسرسايز بتاعك مش لازم تحدد لي بالظبط كده، المهم ان انت بتعمل المثلث ده، بس لازم تبقى فاهم جه منين. بعد كده لما اوصل هنا لغايه الايكوليبريم يبقى انا اكيد عندي النقطه دي على الايكوليبريم، والاتنين لهم نفس الايه السبسكريبت، يبقى دي اكس اتنين واي اتنين. تمام، لو مشيت بخط افقي كده، لو مشيت بخط افقي كده، بس انا كده ايه عديت الواي اوت، هنا عديت الواي اوت. طب اقف بقى اشوف ايه الموضوع ده. يبقى انا المفروض كنت وقفت هنا اهو، لكن انا وقفت بعده، يبقى انا عندي الجزء ده معايا، يبقى ما كملتش ستيج. يبقى في حاجه اسمها فراكشن. ايه الفراكشن ده بقى؟ لو الطول ده اهو على الطول ده اهو اقيسه، يبقى ده ايه مثلا على بي، يبقى هو ده الفراكشن. يبقى الفراكشن هو عباره عن ايه على بي. طب والنمبر اوف ستيجز هنا كام بقى؟ النمبر اوف ستيجز لو انا عايزه اتكلم عليه اقول النمبر اوف ثيوريتيكال ستيجز هيساوي واحد زائد ايه على بي. تمام، ليه؟ لان انا عندي واحد اهي، والجزء ده هو الاي على بي انا بتكلم عليه، يبقى هو دول. هل تنفع الستيج تبقى فيها فراكشن؟ لان دول ثيوريتيكال ستيجز، لكن لو كان عندي اكتوال ستيجز ما كانش ينفع يبقى عندي فراكشن. طب احسب ازاي؟ هو انا بتعامل مع الثيوريتيكال ولا بتعامل مع الاكتوال؟ انا بتعامل فعليا مع الاكتوال، لان انا هبني الكولوم وهستخدم عدد محدد من الستيجز الاكتوال من غير فراكشن. طب ازاي اجيب الاكتوال دول؟ ارجع هنا، طبعا ده المنظر اللي انت شايفه قدامك، ده تفسير اللي انا قلته هنا بقى. عشان تقدر تجيب الاكتوال نمبر اوف ستيج هتستخدم حاجه اسمها اوفرول تاور افيشنسي. تو كالكوليت الاكتوال نمبر اوف ستيجز وي ويل يوز ذا فولوينج ايكويشن.
ايه الفولوينج ايكويشن دي؟ هي عباره عن اوفرول تاور افيشنسي، اوفرول بيكتبوها كده، بتساوي النمبر اوف ثيوريتيكال ستيجز على النمبر اوف اكتوال ستيجز. ده الابريفيشن بتاعها، نمبر اوف ثيوريتيكال على النمبر اوف ايه اكتوال. النمبر اوف ثيوريتيكال ده جاي من الجراف فيجر، وده جيفن، يبقى جيفن، وده هنتعرف عليه الترم التاني ان احنا ممكن نحسبه، وده طبعا ايه كالكوليت ممكن احسبه. طلع معاك فراكشن، يعني مثلا افرض طلع معاك مثلا 6.5، 6.25، اعتبر ان هو 7. مفيش حاجه اسمها اكتوال فراكشن في الايه في الستيجز. طب هل عندنا التايب التاني من الميرفري ستيج افيشنسي، هل ممكن استخدمه للبليت كولوم؟ اه. طب استخدمه ازاي؟ تو كالكوليت النمبر اوف اكتوال ستيجز يوزنج ميرفري ستيج افيشنسي، هعمله جرافيكالي. طب اعمله ازاي؟ تعالوا نتعرف عليه طريقه ان انا بعمله. احط الاكس، احط الواي، ارسم الايكوليبريم، ارسم الاوبريتنج، وبعدين اعمل خطوط، هرسم بين الواي ان اكس اوت واي اوت اكس ان. جيت قلت لك ميرفري بتساوي 60%، يعني 0.6 بيزد على الجاز فيز. طب انت تيجي تعمل ايه؟ تمشي مسافة، تقيس المسافة دي الرأسية اللي بين الاوبريتنج والايكوليبر، تضربها في 0.6 وتمشي اتجاه القياس من الاوبريتنج للايكوليبر، تعمل خط افقي، وبعدين تيجي عند النقطة دي تعمل خط رأسي، تقيس 60% من الاوبريتنج للايكوليبر، وبعدين تعمل خط افقي، وبعدين تعمل خط رأسي، تقيس 60%. لو تاخد بالك هنا زادت، زادت عن واي اوت، لا هقول هنا حتى الفراكشن هكبره، هقول 3 اكتوال ستيجز. طيب في طريقة تانية بيعملوها ممكن نعملها، نرجع تاني، في طريقة تانية بتتعمل اللي هي باستخدام سيدو ايكوليبريم كيرف، ان انا ممكن ارسم الايكوليبريم وارسم الاوبريتنج، وبعدين اجي اعمل خطوط رأسية كده زي ما انت شايف بين الاوبريتنج والايكوليبريم، وبعدين امشي بوينت ستة، امشي بوينت ستة، امشي بوينت ستة، امشي، وبعدين اعمل سيدو كيرف كامل كده، بدل ما اخد نقطة نقطة نقطة، وبعدين انزل بالسلالم دي اللي انت شايفها، انزل كده بالسلالم كده، وايه وعد النمبر اوف ستيجز اللي يريحك. يا دي يا دي. طيب عايزين بقى نشوف التايب الاخير من الكونتاكت اللي هو الكونتينيوس او الديفرنشال كاونتر كارنت كونتاكت. هنا هذه الاباريتس لا تقل اهميه عن التري كولوم، يعني ده اشهر مثال عليه هو البيكت كولوم، مستخدم بكثره في الصناعه زي التري كولوم، ومفيش فرق بينه في السيبريشن، الا ان احنا هذه الانواع من الكولومز ليها مجالات في الاستخدام. يعني مثلا لو عندك كوروسيف ماتيريال، لو عندك كباسيتي قليله، لو عندك بريشر دروب قليل، يفضل استخدامها في الاجهزه. انما التاني كباسيتي عاليه، مواد ما بتعملش كوروجن، يعني كل واحده هنتعرف على هذه الانواع من الكولومز في الترم التاني، ونعرف ان كل واحده ليها مجال في الاستخدام. مفيش حاجه اسمها مثلا باكت كولوم اوحش من التري، او التري احسن، لا مفيش حاجه زي كده. دي عباره عن بردك سلندريكال شيب وكاونتر كارنت كونتاكت، بس الفرق بقى بينها وبين اللي قبلها ان انت بتحط باكينج ماتيريال جوه مصنوعه من مواد معينه تقاوم الكوروجن، زي السيراميك، زي الجلاس، زي الوود، زي البريكس. بيبقى داخل الليكويد من فوق، بعمله سبراينج، والجاز من تحت ويطلع لفوق والليكويد يخرج من هنا. بردك الكونتينيوس كونتاكت ممكن اعتبر السبراي تاور بردك نوع من انواع الكونتينيوس او الديفرنشال كونتاكت. ليه ديفرنشال؟ لان دلوقتي هنتعرف يعني ليه بيسميناه ديفرنشال.
همسك الكولوم ده اعمل له بالانس، هشوف اللي داخل ايه واللي خارج ايه. هقول ده داخل يبقى جي داش واي ان زائد ال داش اكس ان بتساوي اللي خارج جي داش واي اوت زائد ال داش اكس اوت، اللي هي المعادله دي اللي انت شايفها قدامك اهو، معادله الريت. اطلع برده الكومن فاكتور، بس مش هعمل الطريقه اللي انا كنت عاملاها قبل كده في الايه في التري كولوم. هعمل هنا بقى ايه، مول بالانس اون ا سوليوت ان ا جاز اند ليكويد اوفر ا ديفرنشال فوليوم جيفز. يعني لو مسكت الكولوم ده، يعني اوضح لك هنا اكتر، لو انا مسكت الكولوم كده، ادي الكولوم اهو، وادي الباكينج، وادي الجاز من تحت لفوق، والليكويد من فوق لتحت، يبقى ده جي داش، ده جي داش، وده ال داش، ال داش، عشان كده بنقول ثابتين، ودي اكس ان واكس اوت، وهنا واي ان، وهنا واي اوت. وجيت عملت خدت element كده، ارتفاعه دي اتش، انا غرضي ايه؟ احسب الاتش ده كله، عايز احسب الاتش للكولوم، يعني احسب الارتفاع. ليه؟ لان المره دي ما عنديش تريز، انا عندي باكينج. فانا باجي اخد ديفرنشال هايت كده اللي انت شايفه قدامك ده اهو، ده هو ده الديفرنشال هايت اهو، هو ده الدي اتش، ده هو ده الدي اتش اهو. وطبعا بيبقى داخل هنا زي ما انت شايف اهو، ال داش بالاكس داخله وخارجه سيبريشن كويس، بعتبر سيبريشن كويس، فبتطلع باكس ستار، وداخل لي واي ويخرج بايه؟ بواي داش. المعادله دي هحطها في صوره ديفرنشال، فهحط ديفرنشال ريت، فيبقى هو عباره عن فلكس في الاريا. يبقى لو انت شايف دي جي داش دي ثابته وال داش ثابته، لكن ده بيتغير وده بيتغير، فحط دي دي واي هنا، تبقى دي دي واي، وتبقى هنا ايه دي اكس. احطها بالمنظر ده، فاكرين الماس ترانسفير، ماس ترانسفير بتوين التو فيزز، فانا احطها ماس ترانسفير كوفيشنت في درايفنج فورس في دي اري. بس ده بقى مين درايفنج فورس، مين ماس ترانسفير كوفيشنت؟ ليه؟ لان ده يعتبر هيدروديناميك بروبرتي للسيستم، بيعتمد على البوزيشن، بيعتمد على الفيزيكال بروبرتي، بيعتمد على الفلوريت، فلازم يبقى مين متوسط. خلاص. طب ايه حكايه بقى الدي اريا دي؟ الدي اريا دي مسكناها، قلنا ان الاليمنت ده كانه شكله عامل زي القرص كده، والارتفاع ايه؟ دي اتش. وليه؟ كروس سكشنال اريا اس، فقلنا اس في دي اتش ده فوليوم. طيب انما الباكينج ده عباره عن مواد لها اريا معينه، اللي بسميها باكينج اريا، اللي هي عباره عن الاريا بتاعت الباكينج دي على الحجم اللي هي موجوده فيه. احيانا يسموها سبيسيفيك سيرفيس اريا، وكل باكينج ليه اريا محدده. فجيت ضربت دي اتش في الاس في الاي، فاداني وحدات ايه؟ وحدات اريا، يعني يطلع لك سنتيمتر سكوير في الاخر. قمت شايله الدي اتش دي اريا دي وحطيت ايه دي، ليه؟ عشان فيها الدي اتش. تمام. ارجع اعوض فيها في الايكويشن تاني، اللي هي دي عوضت فيها، شلت الاريا دي اللي هي تقابل الاريا الاي الصغيره في الاس في الدي اتش، فصلت متغيرات، خليت الدي اتش لوحدها، عملت سيبريشن اوف فاريبل دي اتش لوحدها والحاجات التانيه لوحدها، بعدين عملت تكامل من الزيرو للاتش، والناحيه التانيه عملنا تكامل بين واي ان للواي اوت. بعد كده وصلنا للشكل اللي انت شايفه ده، ان الاتش الهايت اوف باكينج بيساوي مقدار ثابت بيسموه هايت اوف ترانسفير يونت. لو تاخد بالك اعمل كده اليونتس، هتلاقي ان دي يونتس بتاعت هايت سنتيمتر تطلع، ودي دايمنشنلس مور ريشيو على مور ريشيو، اللي هي بتساوي النمبر اوف ترانسفير يونت. يبقى التكامل ده بيسموه نمبر اوف ترانسفير يونت، والجزء ده بيسموه هايت اوف ترانسفير يونت. يبقى هايت اوف ترانسفير يونت، هايت اوف ترانسفير يونت في النمبر اوف ترانسفير يونت. كانه هو الكولوم بتاعه قسمه الى المنظر ده، ادي الكولوم اهو، جه قسمه، ادي الهايت بتاعتنا، قسمه الى اجزاء،
قال دي ترانسفير يونت ودي ترانسفير يونت ودي ترانسفير يونت، وكل واحده ليها هايت اوف ترانسفير يونت، فضرب النمبر في الهايت فاداله ايه الهايت الايه الكلي اللي هي المعادله دي. طب لو عايز اجيب الريت ارجع تاني لمعادله الريت واخلي الجي داش، لان انا هعوض بالجي داش تاني، لو تاخدوا بالكم هعوض بيها هنا اهو في المعادله دي، كاني هرجع اعوض بيها بايه، بس هيظهر الريت بقى. تعالوا كده نشوف المعادله شكلها عامل ازاي، المنظر اهو قدامك، انت مش مطالب بالديريفيشن ولا حاجه، وادي الريت فصلته لوحده وطلع عندي المنظر ماس ترانسفير، مين ماس ترانسفير كوفيشنت، زي ما انت شايف مين ماس ترانسفير كوفيشنت في الجزء ده اللي بيسموه ايه، بيسموه مين درايفنج فورس في الايه في الاريا. تمام، ادي معادله الريت. طب لو خدت الجزء بتاع المين درايفنج فورس ده اللي هو ده، هو عباره عن التشينج ان كونسنتريشن على النمبر اوف ترانسفير يونت، هو ده التشينج ان كونسنتريشن على ترانسفير يونت. طب لو الترانسفير يونت دي بواحد، يبقى التغير في التركيز اللي هو ده بيساوي المين درايفنج فورس. يبقى لو عندك انت ترانسفير يونت واحده داخل لك من هنا واي ان وخارج من هنا واي اوت، فلو دول الفرق بين الاتنين دول هو يقابل التغير اللي حصل جوه هذه، فتقول على دي ايه ترانسفير يونت، هو ده الفيزيكال مينينج بتاعها. سليم. طب احسبها ازاي بقى ترانسفير يونت دي؟ في طريقتين. الطريقه الاولانيه جرافيكال انتجريشن، ان انا اجي اقول النمبر اوف ترانسفير يونت بيساوي التكامل واحد على واي ماينس واي ستار دي واي بين واي ان واي اوت، وهي دي الفانكشن بتاعتي. استخدم طريقه ترابيزويد، ارسم دي فيرسس دي، يعني ارسم واحد على واي ماينس واي ستار فيرسس الواي. طب اجيب الجراف ده منين؟ اجيبه من هنا. يبقى انا هرسم الايكوليبريم كيرف وهرسم الاوبريتنج واجي اعمل خطوط راسيه بين الاثنين واجيب واي ان قصادها واي ان ستار، واي واحد واي واحد ستار، واعمل جدول بين واي ان واي اوت، وبعدين اجي اجيب الفرق ده اللي هو ده واقلبه. تمام، وبعدين ارسم واحد على واي ماينس واي ستار محصور طبعا بين واي ان واي اوت، يعني الرينج بتاعه هو واي ان واي اوت، وارسمه فيرسس واي، واجيب الاريا اندر ذا كيرف اللي هتديني ان تيو. طبعا لازم اعرف الطريقه اللي هي الترابيزويد ده لاي طريقه تانية من طرق حساب الاريا. في طريقه تانية اسمها بيكر ماثود. الطريقه دي بيعملوها ازاي؟ بنيجي نرسم الاوبريتنج والايكوليبري اكس فيرسس الواي، ارسم ادي الايكوليبريم وادي الاوبريتنج، طبعا احنا عارفين محصورين بين ايه وايه، وبعدين اجي اعمل خطوط راسيه بين الاوبريتنج والايكوليبري، وبعدين اعمل بايسكشن اقسمها بحيث المسافه دي تبقى قد المسافه دي، المسافه دي قد دي، واخدين بالكم دي قد دي، وبعدين اقوم ايه موصل بين هذه الايه النقط، اجيب الخط الاحمر ده او الكيرف الاحمر ده. تمام، طبعا انت عارف النقطه دي عباره عن اسمها ايه، اسمها واي اكس ان واي اوت، ودي النقطه دي اسمها ايه واي اكس اوت واي ان. تمام، النقطتين اللي على الاوبريتنج، وطبعا السوب ده ال داش على جي داش، يبقى ده الاوبريتنج وده الايكوليبريم. طب دلوقتي انا عايز احسب النمبر اوف ستيجز. تمام، تيجي بقى من النقطه دي تمشي بخط افقي كده، المسافه دي قد المسافه دي، ايه اللي يحدد لك الخط الكيرف الاحمر ده، تمشي المسافه دي قد المسافه دي وتقف وتعمل خط راسي كده. لو تاخد بالك انت عندك تشابه مثلثات هنا، المثلث ده
مع المثلث الكبير ده، صح؟ يبقى المسافة دي نص دي، يبقى الطول ده كله قد الطول ده كله، يبقى المين، المين اللي هو المتوسط ده قد الايه التغير اللي حصل في الكونسنتريشن بين الدخول وبين الايه الخروج. تمام، دي اول ترانسفير يونت. الترانسفير يونت اللي بعدها تمشي خط افقي كده قد ده، لا ده زادت عن الاكوريب، ما يهمش تزيد، دي تاني ترانسفير يونت. طيب اللي بعدها ده قد ده واطلع، بس انا المفروض اقف هنا، اقوم مادد كده الاوبريتنج واقول الجزء ده على الجزء ده، لان الجزء ده المفروض كان يبقى معايا اللي هو الجزء التحتاني، فانت كانك عندك فراكشن هنا تاني ايه على بي، خلاص كانك عندك ايه على بي، وبالتالي النمبر اوف ستيجز هنا او نمبر اوف ترانسفير يونتس بيساوي واحد اتنين والفراكشن، يبقى عندك اتنين زائد ايه على بي. يبقى كده احنا ايه خلصنا المحاضرة بتاعتنا.